كنبغي نقول لكم الحمد لله اخبار الخير وعند الرجل الاليه ان شاء الله غادي حيدها لي دابا. لكم حبايبي ولكل حبايبي اللي باغيين يطمئنوا عليا، كنبغي نقول لكم الحمد لله اخبار الخير وانني جيت عند دكتور توفيق امين طبيبي الخاص ديال العظام اللي دائما دايره له التابعه مسكين الطبرزيط. صرا نقول لكم بالنسبه لرجلي خبر لي زوين هو انني هاد الرجل الاليه ان شاء الله غادي حيدها لي دابا وهو غيشرح لكم علاش. دكتور صباح الخير. السلام عليكم. الحمد لله. السلام على الجميع. دونك فعلا وقع لك واحد الالتواء في الكاحل ديال رجلك، دونك لا شيفي لوات، الكاحل اليمني. اي دونك مزيان للاخوان في الداخله داروا لك ذاك الراديو مزيان ما بينش الكسر وتقويم ديال الكاحل ديالك. ودابا الحمد لله في اليوم الثاني ديالك من بعد الالتواء ديالك غنستعملوا واحد الرابط ديال رجلك، واحد الستخابينغ اللي غتخليه واحد المده ديال 10 ايام حتى 15 يوم باش. ودابا غنستعملوا واحد الربط للرجل ديالك الكاحل ديالك اليمنى اللي غتخليك تمشي باش تفرغي الاشغال ديالك الفنيه ديالك وتمشي ان شاء الله بخير على خير. ومن بعد هاد 10 ايام ديالنا غنشوفوا باش نديروا لا ريديكاسيون، دونك باش تكون ان شاء الله بخير على خير وترجعي للحبايب ديالك ان شاء الله في احسن حاله. شكرا على خطتك يا دكتور، احسن دكتور لانه بشرني بالخير. الله يطول عمرك دكتور. واو.